الدنيا مرحبا بكم في برنامجكم سوالف يا الدولة. أظن يا مرحبا بكم برنامجكم سوالف يا الدولة. برنامجنا ولا برنامجكم؟ أنت قولي اللي بخاطرش يا مسالم. لا حبيبتي، لازم نطلع في صورة حلوة، نحن مذيعات الحين، ولازم نطلع مستوى جيد قدام الناس. بس كن الله يحفظكم الكلام، خلاص أنا ما حفظت ولا شيء، مطلوب مني أني أحفظها الورقة كلها، لكن أنتم ما خليتوني أحفظ شيء. دوش مسالم، أنت عطيت فنيان قهوة، خليها تسكت. دوش قهوة يا دوش، خليها تسكت. دوش خلي فنيان قهوة. يلا باقي جرات شاي. يلا بسم الله. يلا غايته. صبروا بعدنا ما دخلنا الاستديو. سوالف يدو الليلة في هذا التوقيت على قناة الإمارات. دنيا سلف ودين، بطلع حرتي وحرت أمي فيكم كلكم. لو بفارس صار في شيء، فارس ما بيخلينا في حالنا. على بال الدنيا وقفت من الوقت اللي دش فيه السجن. كنت تدري إذا عرفتي راح تطلبين الطلاق. أنا بتقدم لك بات. قريت الرواية كلها. إيش رأيك؟ وايد. إحنا وايد تعبنا من يوم خذيتي أول. عاشر صفحة يومياً في هذا التوقيت على قناة الإمارات. جديد الثلاثاء في هذا التوقيت على قناة الإمارات. عالمنا يتحرك بسرعة كبيرة، أكبر من قدرتنا على فهمه. ليش ننام؟ شو الانبعاث الصفري؟ كيف من الممكن أن الموصل الفائق يغير عالمنا للأبد؟ وليش يستخدمون حقاً علاج السكري؟ عشان نقاس الوزن، كيف ممكن لقارة وحدة إنها تنقذ كوكبنا؟ وهل النباتية مفيدة أم ضارة بصحتك؟ في كل حلقة نحاول إن نحن نكتشف مع بعض كيف يعمل العالم. كيف يعمل العالم؟ الأحد في هذا التوقيت على قناة أبو ظبي. الإحساس موجة، مشاعرنا موجة، علاقاتنا بمن حولنا موجة. موجة تأخذك للبر، وموجة بعض الأحيان مش واضحة وجهتها، وبين الموجة والثانية يمكن تكون موجتك موجودة. كل مدينة لها أمواجها، أمواجها بناسها، عاداتها، أفكارها، والأهم تجاربها الملهمة. بوظبي، كم موجة وموجة وألف قصة فيها. ببرنامج موجات نسمع صوت هدير قصص كثيرة، تأكد لنا أن الحياة أبسط وأسهل. الحياة موجة. موجات الليلة في هذا التوقيت على قناة أبوظبي. في نور بداخل كل شخص فينا يدلنا على الصح، يدلنا على الخير، أحياناً ينطفي، بس وحدك تقدر تشعل النور اللي بداخلك من يديد، تمسك فيه، حاول دايماً تكمل طريقك فيه، لا ضيعة، والأهم لا تطفي. تعايش الجمعة في هذا التوقيت على قناة أبوظبي.